أكثر من 3 سنوات مرت على التطبيق التدريجي لقرار توطين مهنة الصيدلة في سوق العمل على مرحلتين، الأولى بنسبة 20% والثانية بنسبة 30%، ولكن هل كان القرار ملموساً على جميع الكيانات؟ من ناحية القرار وتطبيقه، القرار مقسم على أكثر من قسم، في جهات طبقته تقريبا بشكل سليم وفي جهات كثيرة أن القرار غير مطبق بشكل سليم. فلما نتكلم مثلا عن صيدليات المجتمع، أغلبهم طبق القرار بشكل سليم 30%. لما نتكلم عن القطاعات الثانية كمندوب مبيعات طبية اللي هو 100% المفروض تطبيق القرار، تلقى أنه مطبق بشكل سليم. تدني أجر الصيدلية الأجنبي بنسبة تصل تقريبا إلى 50% مقارنة بالمواطن في صيدليات القطاع الخاص، تسببت بعزوف ملحوظ من قبل ملاك الصيدليات السعودية عن التعاقد مع الصيدلي السعودي. صراحة أغلب الصيدليات بيئة العمل سيئة، خاصة للبنات، يعني ما يوفر لهم غرف استراحة ولا دورات مياه خاصة، يطلبون منهم أنهم يشتغلون لساعات متأخرة من الليل للساعة 12. أيام الأوف مثلاً حسب قانون العمل أنه يوم واحد عن كل أسبوع، لكنهم يلزمون في يومين فقط في الشهر حسب حاجة العمل زي ما يقولون. فأيام كثيرة اضطريت أنه أخلص دوام الساعة 12 بالليل وأرجع أفتح الصيدلية من بكرة الساعة 8 الصباح. من جهة أخرى، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدلياً إلى أكثر من 10,000، وبينت أن العديد منهم يتركزون بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأدوية. إبراهيم العنزي، القناة السعودية، الرياض.